ودلوقتي جه معانا مع فقرة الجوسب. الجوسب يعني الإشاعات، والإشاعات عن النجوم. وهنبتدي إشاعاتنا مع النجمة إلهام شاهين اللي طردتها أخبار عن قيامها بحل شعرها على الزيرو عشان دورها في فيلم ريجاتا، وده طبعاً بعد إصرار المنتج محمد السكي على الأمر ده عشان يقنع الجمهور. النجمة إلهام شاهين أكدت لعربود إنها استعانت بأهم خبراء التجميل والمكياج عشان تظهر وهي صلعة تماماً في جزء من أحداث الفيلم اللي بتجسد فيه دور مريضة كانسر. والإشاعة اللي معايا دلوقتي عن النجمة أحمد السقا بيتوسط لدى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عشان يرجع اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا يلعب مرة أخرى لنادي الزمالك. طبعاً ده عشان النجمة أحمد السقا زملكاوي. طبعاً أحمد السقا أكد إنه صديق للاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، ولكنه لا يتدخل في علاقته بنادي الزمالك، وإن شيكابالا لو عايز يرجع نادي الزمالك مرة تانية فهو على علاقة طيبة بمجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل.